لي سكر؟ الحمد لله انك منيحة. منيح. خفت كتير يصير عليك الشي بسبب اللي عملته. ما كان بدي روح من دون ما اشوفك. بعتذر كتير. خالي انا بعرف انك معصبة مني كتير، بس اذا بدك تسمعيني لاخر بدي. مرة بس هي المرة بدي اياكي تحكي لي كل شي بالتفصيل، لا تخبي عني شي ابدا. يلا امشي قدامي لشوف، خلينا نحكي. اللي صار زعلني كتير. هاد كمان كان سبب خلاني خبي عنك يا خالي. بصراحة أنا خفت كتير إنه زعلك. وقتها كنتي رح تطلبي واجه سمرة، وكان موضوع جانسو رح يتأثر. ما عرفت أنا شو لازم أعمل. جانسو وجينك أصدقاء من أيام الثانوي. ما حكيت لك جانسو عنه؟ بعد زواج بابا درست بمدرسة داخلية. ما كنت أقدر أجي على البيت إلا بالعطل، وأصلاً لما طلعت لي منحة جامعية رحت. وجانسو بحياتها ما كانت صريحة معي بهالمواضيع. ما بعرف، أنا ما بعرف كيف بدي سامحك بموضوع سمرة. من جهة رحت على المخفر واشتكيت على المرأة، ومن جهة تانية عطيتها دعم لحتى تعمل مشروع. حطيتيني بموقف صعب كتير. معك حق، شو ما قلتي بحق لك، بعتذر منك. لما رحنا على المخفر أنا أصلاً كنت مرعوبة كتير. آه يا بنتي، طالما عشتي كل هالظروف الصعبة ليش خبيتي عني؟ امبارح المساء وقت اللي شفتك بهالحالة فهمت قديش كان غلطي كبير. لا تؤاخذيني رجاء. ما بدي مفاجآت جديدة بعيد ميلادي السنة الجاية. إذا في شي ما حكيتي لسه احكي لي إياه هلا. ما في بنو خالي سكر، سامحتيني. ما في شي ما بينغفر يا روحي، بس بالحقيقة أنا وثقت فيكي كتير، وأنتي خجلتيني قدام عيلتي. أنا ما رح سامح حالي أبداً لأني خجلتك قدامهم. وهلأ شو رح يصير؟ رح نقدر نكمل بهاللعبة ولا لأ؟